هنا بإحدى مواقف السيارات الغير مرخص والمتواجد بالعاصمة، أشخاص ومصطافون يدفعون ثمن الموقف وركن مركباتهم. منهم من يدفع لتفادي سرقة ممتلكاته، ومنهم من يدفع لتفادي أي مناوشات. خلص باسكو كل ما تخلصش ما على باليش كسروا لي الكروسه، ما على باليش انا كيفاه ولا تما اوبليج عليك لازم تخلص يا اخو ولا راك تعرف. لو كان ما تخلصش باينه هو يسرق عليك يقول لك انا ما خلصتنيش، ما عسيتلكش ما عسيتلكش، ما نعرف شكون داليك، ما دبر راسك يا. لو كان خلصتني نعسها لك، ما خلصتنيش ما نعسلكش. اوبليجي تما دوكا تخلص يا، ما قري ماشي وطيري زي بصح لازم تخلص يا. تما تعوم وخايف تخلصوا وتبقى خايف، بالك تلقاها مكسره بالك تلقاها مسروقه، اي تخلصوا سي نورمال ما تدخلش. وهذه هي لو كان ما تخلصوش بالك ما تلقاها ما كاشها كاع، بالك يدوها بالك يخبشوها بالك. في المقابل اختار بعض المصطافين التوجه لشواطئ محروسة ومرخصة قانونيا كشاطئ البهجة بعين البنيان لضمان أمنهم وأمن ممتلكاتهم. باسكو انا كي نجي لهنايا كاين لا سيكيريتي، ندخل هنايا نعوم بلا سيكيريتي، باركينغ مع العائله حاجه، بلاصه شابه حاجه اكسترا قاعيتك، ونخلص التيكي تاعي، عندي التيكي تاعي لا سيكيريتي تاعي والحمد لله. ميم في الدخله نجي لهنايا باسكو دي باركينغ هنا ولات فاميليا اي باركينغ اوتوريزي خاطر محمي، والحمد لله اني خليت العائله تاعي وطلعت، انا جبت قوقص ديالي واني هابط الحمد لله. هاي من ذاك نلقاهم يعملوا يدوروا في لابلاج، هم يسقسوا على الفامي يسقسوا على الطوموبيل الحمد لله ونخلصوا خير. بين مجانية الشواطئ وتوفير مواقف مرخصة للسيارات وأخرى غير قانونية، يبقى قرار الاختيار الآن للمصطافين المعنيين.